سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، بسم الإله الواحد وكلمته وروحه الأب والابن وروح القدس الإله الواحد الأحد آمين. نسمع من فئة شهود يهوى أن الكنيسة حذفت اسم يهوى، أو أن حصل اختفاء غير منطقي لاسم يهوى من العهد الجديد. أولا، الكنيسة لم تحذف شيئا، لم تحذف شيئا، لأن مرجع الكنيسة ليس الترجمات، مرجع الكنيسة والعلم هو الأصل. ما يسمى بالترجمات يعني النقل، هو نقل للناس، لأنه معظم الناس لا يستطيعون أن يتعلموا لضيق الوقت، لكثرة مشاغلهم لا يقدرون أن يتعلموا. ثلاث لغات قديمة كتب بها الكتاب المقدس: العبرية القديمة والآرامية القديمة واليونانية القديمة. إذن بعيد المرجع الكنيسة ومرجع العلم هو الأصل وليس النقل. لثالث مرة، الكنيسة لا تعتمد على الترجمات، العلم لا يعتمد على الترجمات أولا. ثانيا، الآباء الدومينيكان اللي عندهم الترجمة المشهورة في عدة لغات The Jerusalem Bible، La Bible de Jerusalem، La Biblia de Jerusalem، حافظوا على اسم يهوى في ترجماتهم للعهد القديم، وطبعا لا تجد ولا أي مرة اسم يهوى في العهد الجديد، لا تجد اسم يهوى في العهد الجديد لسبب بسيط جدا راح أقولكم إياه. ولكن إذن لا إنكار إنه يهوى موجود في العهد القديم. على فكرة يهوى ليس اسم الله الوحيد، بل هو ثالث صيغة لاسم الله في سفر الخروج فصل 3 آية 13 وتابع. خروج، خلينا نشوف إذا الخط واضح. خروج فصل 3 آية 13 وتابع. أول شيء لما موسى بيسأل ربنا بقول له شو اسمك يا رب، قال له إهيه أشير إهيه، بالألف إهيه، أكون، بأمل إنه واضح، أكون الذي أكون في صيغة المتكلم. إذن الله لما بتكلم عن نفسه ما بقول يهوى، بقول إهيه أشير إهيه. شوف ثلاث كلمات كلها بتبدأ بحرف الألف، زي ما تقول أكون الذي أكون. طيب بعدين الرب اختصر اسمه لموسى، قال له إهيه، قول للشعب إهيه أرسلني إليكم. إذن هاي صار عندنا اسمين لله أو صيغتين لاسم الله فقط في سفر الخروج فصل 3، إهيه أشير إهيه وإهيه أرسلني إليكم. طيب منين جاي يهوى؟ يا ها واو ها، بأمل إنه الخط واضح. يهوى هي أول شيء اختصار من ثلاث كلمات إلى كلمة واحدة، ثانيا من الكلمة الواحدة اللي هي هي نقلها من صيغة المتكلم هي أكون إلى صيغة الغائب، مع أنه الله دائما حاضر. يهوي ويهوي تعني يكون، ولكن تعني أكثر يوجد، مش يوجد لأنه هو الموجد، بل يوجد يعني يخلق، يعني الخالق الكائن.
إذن كلمة يهوى غير موجودة في العهد الجديد كله. ليش؟ خلينا نشوف أول ما تقوله ترجمة العالم الجديد. صفحة 590 عيدك اليمين. بما أن الأصفار اليونانية المسيحية يعني العهد الجديد، بس زي اليهود ما بسميش العهد القديم قديم. بما أن الأصفار اليونانية المسيحية كانت إضافة وتكملة موحى بها للأصفار العبرانية، إيه؟ يعني بالعربي للي ما فهمش هالأساليب الأمريكية، إنه العهد الجديد هو مجرد إضافة وتكملة. إذن أنو الكتاب المهم؟ العهد القديم، والعهد الجديد هو إضافة وتكملة. أنو مهم؟ الكتاب ولا الإضافة والتكملة؟ Appendix and Supplement. طيب بيقول إنه هذا الاختفاء، شايف؟ هذا الاختفاء المفاجئ للاسم الإلهي عن النص اليوناني يبدو مخالفا للمنطق. أنو منطق؟ خلينا نشوف المنطق. أنت بتقول النص اليوناني، طيب اليوناني إذا بدي أجي أكتب هاي باليوناني، هاي باليوناني اسم يخفي. ماذا لاحظنا؟ انه في اللغة اليونانية كلها ما فيش حرف ال H. H فيش حرف H في كل اللغة اليونانية. بتقول لي كيف فيش حرف H باللغة اليونانية؟ بدينا نخربش او شو بقولوا؟ خربشنا نبلش. في مثلا هيدروجين، هاي جاي من اليوناني. كيف مكتوبة هيدروجين باليوناني؟ كيف مكتوبة إيدور باليوناني؟ فيشي حرف في الأكسنت الأبوستروفي، شايفين؟ هاي الأبوستروفي هي الـ H اللي بعدين إحنا بنقولها ونحط بدالها H. هيدور. ولكن جوا وسط الكلمة اليونانية ما فيش حرف ها. هنا في يهوى عنا حرفين ها في النص، أو مرتين ها في النص وفي الآخر. في اللغة اليونانية يا أحبائي ما فيش حرف الـ H، فيش حرف الها، لا في حرف ها في أول الكلمة، بل يوضع بداله الأبوستروفي هاي هيك. أو وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة ما فيش حرف ها نهائيا في اللغة اليونانية. عشان هيك إذا ليس من النزاهة إنه نقحم إذا كلمة جيهوفا في الترجمة للعهد الجديد، لأنه بعيدها للمرة الخامسة للي ما فهموهاش من المرة الرابعة. مع احترامي لذكاء الجميع، يا حبيبي ما فيش حرف ها في اللغة اليونانية نهائيا. ما هو الإثبات؟ وأسأل عن شهود يهوى في اليونانية الحديثة اليوم، بقول لك يخو فاذس بالخ، يخو فاذس فيش حرف ها. طيب كيف صار في اللغة إذن؟ ماذا حصل في الترجمات؟ ترجمات في العهد الجديد تبع كمان الممارسة التقوية عند الشعب العبري، إنه اسم يهوى الشعب العبري ما يلفظه. مش أنا اللي اخترعتها، هيك فهم الشعب العبري
النهي الذي ورد في سفر، قول معاي في سفر الخروج فصل 20 آية 7، لا تلفظ اسمي باطلا. عشان هيك اليهود لليوم هاي عمرهم ما بلفظوها يهوه ولا يهوه. كيف بلفظوها؟ بلفظوهاش، بقول لك أدوناي، أسيادي صيغة الجلالة، هاشم الاسم. إذا كمان بالعهد الجديد بدال يهوه شو منلاقي؟ كيريوس، كيريوس، كيري ليسون، خليني أكتبها بأحرف يونانية، كيريوس، واضح الخط؟ كيريوس، كيريوس، إذن هي الرب يهوه. هاي ممارسة مشي عليها السيد المسيح، كما كانش يقول يهوه، كان يقول إما ماريا بالآرامي، أهي ماريا بالآرامي، أو هاشم بالعبري، أو أدوناي لما يقرأ من العهد القديم العبري. وإذا كيريوس اللي بنلاقيها في العهد الجديد هي تقابل أدوناي، تقابل هاشم. هلا شو الورطة اللي وقع فيها مؤسسة شهود يهوه؟ المترجمين الأمريكان ومنهم يهود في بروكلين، إنه طب كيريوس هاي مرات تحكي عن المسيح ومرات تحكي عن الذات الإلهية. مثلا في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس فصل 15، فنقول لكم بكلمة الرب إننا نحن الأحياء عند مجيء الرب. هاي في مرتين الرب، شوف كيف حللوها. طيب شو في باليوناني؟ كيريو، كيريوس، نفس الكلمة، كيريوس، 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 كيريوس. يعني زي بقولوا بالمصري ما فيش فايدة، بلاش نضحك على أنفسنا. طبعا بينضحك على الناس أنه بعرفوش اللغات الأساسية. فنقول لكم بكلمة يهوه. طيب فيش يهوه باليوناني، منين جبتها؟ فيش حرف ها باليوناني. إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. كيف حسبوها؟ إنه الكيريوس الثانية هي يسوع، لأنه يسوع اللي بده يجي. الكيريوس الأولى هو يهوه، لأنه كلمة يهوه. فنقول لكم بكلمة يهوه أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. شايفين التلاعب؟ هذا بس مثل واحد. وأشكركم لحسن إصغائكم.